بما بالنسبة لأخذات الحساب أمام المحكومة الإلهية، لو أن حول مرة هي حول مثال حد يأخذها في مصر حد يقول لا ده ما ينفعش تكون ليها حول مثال، ممكن تختلف بأقل شوية عن حول مثال ولا كده كلام سليم. هذا قلنا حول مرة هي حقوق تماما، ولذلك حول يعبر عنها بالحقوق الإنسانية للمرأة. حول مرة هي حول مثال لأن المصادر الشريعة المرأة إنسان، ولما المرأة إنسان واحنا بنتكلم عن حقوق الإنسان يبقى كل الحقوق التي تسقط للإنسان توصيه إنسان كرجل كامرأة كطفل كمتزوج بأحكام خاصة كمتزوج بعقد إلى غير السكناء. طبعا السكناء مش هو اللي هو الإنسان إلا حق واحد بالحمد، حتى الشريك اللي اشتكى بينه بياخد كل حقوق الإنسان على حق واحد هو اللي يقيم حق الحرية. لا يستطيع ان يحاضر كيف يشاء ولكن يقرر الحق الحرية. سبب البيت ايه؟ مش ان يراقب امرا، سبب البيت انها محتاجه كريمه، وهذه الكريمه مجرد الحقوق المحرره طبعا في المرأة مسألة كريمة. ولذلك المشكلة في حقوق المرأة مش ان المرأة انسان او مش انسان، كل الناس مسلمة ان المرأة انسان بس الا هم يعني ليس في عقل اللي هو يوم المرأة مش إنسان وبالتالي ما تتمتعش بالإنسان، كل الإنسان بس الخلاف على قدر الحقوق التي تتمتع بها المرأة. طب يا جماعة خلاف بينكم، إحنا قلنا إن ده إنسان يبقى حقوق المرأة بسبب حقوق الإنسان. لا مش كل ده بيتكلموا بهذا، هناك من يرى أن المرأة لا يجوز أن تتمتع بكل حقوق الإنسان، هي لا تأخذ الحقوق تأخذ حقوق جزء من كل إنسان، لكن هناك حقوق لا يمكن ان تتمتع فيها المرأة. قدر هذه الحقوق بقى اللي هم بيدفعوها المرأة يزيد او ينقص تبع لثقافة المجتمع، تبع لحالة المجتمع. السؤال اللي بقدمه عن المواطنية الإنسانية اللي تحترم حقوق الإنسان، المرأة زي الرجل تماما والحقوق هي هي بالصف واحد. تبتدي بقى تتدرج حسب مدى رقي الأمم ومدى الثقافة المجتمعية السائدة فيه. هناك ما ننكر على المرأة الحق في التعليم، يقول لها الست ما تتعلمش، الست مكانها البيت وبعديها الزواج هتتجوز وتربي الأولاد والأسرة وشغلها في الأسرة خلاص انتهى. بعض ننكر على حق العمل، يقول لك لا الست ما تشتغلش، الحياة الرجال بس اللي قالوا الشغل في مقالة لما الستات تشتغل، لو الستات عارف الدور يبقى هتحل أهل البطلانة. كثير من الناس يحتلون حقوقا على المرأة، كل ده مجتمع حسب درجة التطور يمكن حقوق معينة بالنسبة للمرأة. بتقال بثقافة انه حياة مفهوم كل انسان اولا كده بتقول ان هو كل متكامل، لا يقبل بالسكن، لا يقبل بالخاص، لا يقبل بالتأكيد. لو قلت المجتمع ده بيحتاج كل انسان هتلاقي كده زي ما بقول لك تخش خلاص تخش على بعضها كده، هي دي كل انسان. يا تحترمها يا ما تحترمهاش. لكن كل والله الحقوق ممكن تتأكل شوية. مش لأن كل الحقوق دي ياخدها الناس كلهم، في ناس ممكن مش بتعملها، مش بعض القانون. لأن المرأة ما بتشتغلش في القضاء، ما ينفعش المرأة تشتغل في القضاء. إنما المرأة تعمل في القضاء في كل تقريبا دول العالم، حتى اليمن اللي أنتوا شايفينها حاضر، حتى اليمن. أنا كنت في 10 سنين في مؤتمر ولقيت معايا واحدة يمنية خبيرة يمنية كلها ما بتشتغل فيها. قالت لي أنا قاضي أنا قاضي في اليمن، كان لسه المرأة عندنا ما دخلتش القضاء وكان كلهم يضرب في المرحلة الخاصة في القضاء. قلت لها اليمن قعدت أنت تسامح في اليمن الجنوبي، واليمن الجنوبي زمان كان متقدم عن اليمن الشمالي، فكانت المرأة تعيط قبل الابتلاء. فاحنا عندنا اللي يدوب يقول المرأة قاضية لو ما كفروش يبقى حاجة كويسة بالنسبة لي. فريد لا دكتور تحت طاقة قاضية عندنا من السنوات، أو تحررت الموضوع ده لقيت الطاقة قاضية في السنوات. النبي ما يكونش وكذا ما يكونش من زمان قوي من أيام الحديث والكتاب تكون في الطاقة نفس الخطة برضه. حتى أيامها أداها نفس الميراث بتاعهم. سووا بينهم تسمية كاملة وكان ليها كفة معينة إنه الميراث مسألة معاملات مسألة من الميراث تحدث ولا بالعقائد ولا بالعبادات وبالتالي شغل ابدا المرأة حق الطلاق زي الفرد امام القاضي. يعني
المغرب العربي وتقدم العلم عن النقد قضيه الاسلام عن النقد قضيه السنه عن في غالبيه الدول العربيه الواقع كانت تعمل بالقضاء لكن كان في مصر لغايه وقت يعني ما يجيش 10 سنين تقريبا او اقل شويه لا المرأة لا تعمل بالقضاء يعني هنا كان العدد المرأة من بعض المسلمين قائم على تشريع ليس قائم على تشريع على فكرة أو قانون أو دستور حضرتك دلوقتي برضه الدستور لا تميز بين الرجل والمرأة في كل حق من مش أي تمييز مش مفهوم لا في الوظائف ولا في التعليم ولا في كل حق ده نص عام من 53 في المواضيع هذا القانون سواء ومتساوية الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب كذا وكذا أو الجنس أو أي سبب آخر أو عدم أسباب معينة لكن أي سبب ثاني لا يجوز أن تميز بين المواطنين بين أفراد الحر والمرأة المشكلة الحقيقة كمان اللي بتشوفها في كل مرة إن البعض ظلما وعدوانا ينسب وضع المرأة العربية إلى الإسلام. المرأة العربية هي وضع متدني جدا من الشيخ صالح في كل المجتمعات العربية تقريبا، حتى في المجتمعات اللي خارج السلاح كوكب تجد وضعية المرأة أقل بكثير من وضعية الرأس. ينسب هذا الكلام إلى الإسلام ظلما وعدوانا، ويقول لك أصل الدول الإسلامية هي اللي فيها المرأة لا تتمتع بكافة الحقوق. هذا الكلام ليس صحيح على الاطلاق هذا الكلام ليس صحيح على الاطلاق الاسلام رغم المرأة منذ بداية وجود الاسلام المرأة مكرمة المرأة حصلت على كل الحقوق وما لم تحصل عليه في وقت نزول الاسلام كان بسبب سياق تاريخي معين هذا السياق التاريخي المعين عندما يتغير يمكن ان يتغير وضع المرأة في المجتمعات هذا الكلام الدولة الإسلامية طبيعة حول الدستور بنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام والبداية الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبداية الشريعة الإسلامية أخرى لا تفرق بين الرجل والمرأة أي لا تفرق بحسب الدين شيء فقط مصر تعتمد على بعض التقيات الخاصة بحقوق الإنسان لئلا يتعارض ذلك مع احكام الشريعه الاسلاميه وده تحفظ ليس مقصودا به ان هذه الاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان فيها تعارض مع الشريعه الاسلاميه ولكن مقصودا به التحرر لما قد يوجد من حكم هنا او هناك اتفاقيه دوليه قد يتعارض مع راي او اخر في الحكم الاسلامي مش معنى ان مصر تحافظ على الاتفاقيه وبالذات اتفاقيه المراه ليس معنى ان مصر تحافظ عليها ان الاتفاقيه فيها تعارض مع الشريعه الاسلاميه وهنشوف التفصيل ان شاء الله هنشوف لما نستعرض هذه الاتفاقيه بكل بنودها بكل احكامها لن نجد اي تعارض في اي نص من النصوص مع الشريعه الاسلاميه مع علم البعض تقرا ساعات بتدخل كده على جوجل وتقرا في اول مره تلاقي ناس كاتبين اتفاقيه السلاح اللي بيسموها السلاح واللي بيسموها كلمه اتفاقيه ما يكفي الشركه دي في المرأة اللغه الانجليزيه بيقولوا عليها السلاح. يقول لك اتفاقيه السلاح جاءت لتحرم المجتمعات الاسلاميه. يعني الامم المتحده عملت اتفاقيه وبتاع عمر الشغل وعمر المستنبط وعمر اتفاقيه لازاله كافه اشكال التمييز ضد المرأة بس ما بيقدموش حاجه يديروا المجتمعات الاسلاميه دي شغلتهم الوحيده. طب احنا ما يعتبروها على يطلعوا عليها قنبله ولا يطلعوها في صواريخ ولا بتاع ويخلصوا مره واحده هم لسه هيعملوا اتفاقيه دوليه عشان لما تتطبق يعني واحده واحده كده بدايه المجتمعات الاسلاميه دم الاسره التفصيليه المسلمه اللي تايعه للمراه يعني في حلم ان تتعدى الكلام كله يقال خير وليس الاسلام زورا مره. أنا الآن مهتم بالكلام ده بموضوع حقوق المرأة لسبب إني كنت تعاونت مع المجلس القومي للمرأة من حوالي 15 سنة تقريبا كان عاملين برنامج اسمه مكافحة العنف والتدنيس ضد المرأة. برنامج ممول من المعونة الأمريكية وكانت أيام ما كان الحرم الرئيس مبارك هي الرئيس لمجلس القومي للمرأة
عاملين برنامج للمكافحه في العنف والتنمر في المجتمع او التوعيه بحقوق المرحوم. لان العنف دي بالذات والتنمر دي بالذات عندما تسود ثقافه مجتمعيه وتاعب اما جسما او نوعا او بشرا في وضعيه ادنى من غيره من افراد المجتمع. ده نفس التنمر بسبب ايه؟ واحنا كلنا عندنا اعتقاد ان كلنا متساويين في الحقوق والواجبات والفرضيات. من احسن مني ولا احسن منك. انت تاخد حقوق انسان كامله وانا هاخد حقوق انسان كامله، لكن يوم ما يبدا التمييز التمييز يؤدي الى عنف. التمييز ايضا عنف. التمييز معناه انك بتحرم شخص من حق ثابت له بمقتضى توحيد الاسلام. وهذا التمييز ان لم تستطع حرمانه من قبل تتحول تحريمه من فعل. يبقى احتمال ضد العنف. واحنا شايفين عندنا في الواقع في بعض الايام اللي احنا فيها الاخبار مختلفين عن المسلمين، بس الاثنين مصريين ولا لا؟ الاثنين اسلام ولا لا؟ لازم يتمتعوا بنفس الحقوق. لكن لان في بعض افراد المجتمع عندهم ثقافه اجتماعيه تمييزيه بدات من المجتمع المسلم المتقدم، وهذا هذا الكلام للاسف الشديد اللي بيرتكب هذه الافعال بيرتكبوها المسلمين. هم بيطبقوا فيه كده، هم عندهم احساس ان هم القناعه مش احساس بس، القناعه انه يروح يقول لك ما ليش البلد ليه ما يقعدش؟ او يحرق بيت، او يعتدي على املاك، او يحرق يعني هو عنده كده من العنف بالنسبه للدنيا، ان نتيجه الاحقار والثقافه السائده لانك انت الافضل من نفسك. يعني فينا انصار دين معين أكبر من أنصار غيره من أنصار المجتمع، لكن فكرة المواطنة، فكرة حقوق الإنسان كفيلة بالقضاء على التمييز وعلى العنف ضد أفضل ولذلك هذا الدستور اللي أنا عملته أو المقرر ده كان للتمييز والتوعية بحقوق المرأة. لما نجرب رواتب ثلاث مرات في الدستور لاحتياجات أساسية في كل من كل أحوال الجمهورية في المدينة المحترمة كنت بدون محاضرات للتوعية بحقوق المرأة. لأن التوعية بحقوق المرأة معناها أنك تؤكد لهؤلاء الناس المتلازمين أن المرأة لا تختلف عن الرجل فيما يتعلق بالحقوق. وفي اختلافات بيولوجية إلهية خلقية بحقوق الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الاختلافات لا يترتب عليها أن تختلف الحقوق بين الرجل والمرأة. فرصة بعض الحقوق من رصيد المرأة لأنها امرأة فقط. مش لأنها السبب الوحيد أنها الجنس امرأة. ذلك أقوى من هذا الجنس. ولذلك احنا عملنا هذه المحاضرات في صورة دليل تجريبي، كمالات دليل تجريبي على الحقوق الإنسانية لصديق المرأة. هذا الدليل التجريبي يتضمن إيه؟ يتضمن أولاً تحديد الإطار النظري لحقوق المرأة. من أين تستمر المرأة حقوقها؟ هل في مصدر خاص حقوق المرأة؟ لا، في مصر هو نفس مصدر حقوق الإنسان. خلي بالك أنا بدأت أقول المرأة تساوي، ما دام المرأة تساوي حقوق المرأة تساوي على تساوي حقوق الإنسان. يبقى المصدر اللي هو يقر حقوق الإنسان للمصريين هذا المصدر الله المصدر اللي ينشئ حقوق المرأة أيضا، هو ينشئ حقوق الإنسان. رجلا كان او حقوق الانسان ليست مفهوما وطنيا وليست مفهوما اقليميا بل هو مفهوم عالمي الان حتى لو في قريه لماذا حرام على حقوق الانسان ويمكن انتم بتشوفوا كتير جدا مصر المرسوم المراجعات الدوليه في مؤتمرات وجهه العمل لمراجعه مدى احترام الدول العالم كله لحقوق الانسان حقوق المرء حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه تقييم الدول يكون على اساس مدى احترامها لحقوق الانسان. تعليمنا عالميه صحيحه. لكن هذا الموضوع في العالم العربي والعالم الاسلامي لا يحصى بنفس العالميه التي تتمتع بها حقوق الانسان في الدول الاخرى. لماذا؟ ليس بسبب الاسلام او الفكر المتفائل. ولكن بسبب الثقافة المجتمعية السائدة. وهي في الحقيقة ثقافة تمييزية.
لم يتوقف فقط على التمييز بين الرجل والمرأة، ولكن يتوقف على التمييز بسبب الدين، بسبب المعتقد، بسبب انتماء العرق، بسبب أسباب كثيرة جدا. الناس عندها ميل إلى تصنيف البشر إلى أنماط معينة، أنماط بشرية، كل نمط له وضعية، وهذا مخالف تماما لحقوق الإنسان، لأن الناس جميعا متساوون في الحقوق وفي الواجب. الحقيقة لازم هذا التدريب أو هذا التدريب نتكلم عن حقوق المرأة بالذات في العالم العربي والإسلامي، لازم يكون في معرفة جديدة لواقع هذه الدول العربية والسنية. أنا حضرت كثير من الدول العربية وتحاورت فيها واشتغلت مع المسؤولين فيها عن حقوق المرأة، وحقوق ذكر طبعا في أشخاص كثيرين نتكلم عن حقوق المرأة مثلا، حقوق السكناء، حقوق الطفل، يعني بعض مثلا بالنسبة لحقوق الطفل هنا في بلد بنتكلم عن حقوق الطفل، في بعض الدول العربية لحقوق الطفل حقوق كمان، تفيد حقية دولية لحقوق الطفل في عام 1989. نتكلم عن حقوق الطفل كإنسان وعن حقوق الطفل كطفل، ومن دون ما عشان الحق فين؟ هو الطفل. أهم حق باعتبار الطفل هو إيه؟ الحق في اللعب. الحق في اللعب. الحق في إيلاء آراء الأهمية التي تستحقها. حق الآراء، لكن عندي ابن في الناس زمان لما سمع فكرة الطفل راح روى عليها مركز صفات الفرنسي وقال لي قلت كان تقريبا ليس الكتاب قال لي شفت الكتاب قلت له قلت له طبعا شفتها قال شفت النص اللي بيقول الى قرار الطفل محبيا قلت له طبعا شفتها معرفه وبرشتها في الجامعه التحقيق والنظم قال والله كل حاجه وانت روح راجع الكتاب جرب المسامع عن اي اي توعيه المسامع فضل طبعا خلاص انا التوعية معناها تعريف لمن يجهل حقوقه. لما توعي رجل لك حقوقك انت لما تعرف عن الحق طالما انك لا تعرف ان لك حقا فلا يمكن ان تطالب به. ولذلك الهدف بتاعنا لما عملنا الدورات التدريبيه على حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة كان هدفنا تعليم المرأة بحقوقها. والحقيقة إن ده التدريب إن إحنا التدريب ده اكتشف أمية قانونية وحقوقية لدى القيادات النسائية اللي هم الأقساط اللي هم المرأة نفسهم القيادات من دراسة الأفراد العاديين طلبة القيادات عندهم أمية قانونية وحقوقية بين حقوق المرأة اللي بنتكلم عنها. طيب أنا مرة في بعض المرات زي ما حكيت في الأحوال الشخصية كنت بتكلم عن بعض حقوق المرأة في الأحوال الشخصية اللي انتهرت في الشريعة الإسلامية، وواحدة بتقول لي والله أنا الدكتور أول مرة نسمع إن المرأة لها هذا الحق في الشريعة الإسلامية. أول مرة نعرف هذا الأمر أول مرة نسمع عنه وهي من القيادات. إذا كانت هذه القيادة انها تعلم الاشخاص العاديين او تعلم النساء العاديين المتوسطه ان لا حقوق ان لا هدف البرنامج فعلا التوعيه لان الحاله لما نيجي نتكلم في حقوق المرأة في المجتمعات العربيه الاسلاميه لازم ننظر بين القواعد الدوليه وبين احكام تمويلات الشرع وعلى الاقل تكتب على حقوق المرأة ان يكون واعي تماما المجاهدين في حقله يعني نعيش بالامان. لازم يكون عنده علم بالواقع في المجتمعات العربيه الكويسيه. يكون ملم بالجوانب الشرعيه العامه للوضع الحقيقي للمرء في الشريعه الاسلاميه. يكون ملم بثقافه المجتمع الذي يتكلم وبناء عليه كان هذا الدليل الواقع هو محاوله للتوفيق بين كل هذه الامور. فعلا كان منهج التدريب والانتقال لحقوق المرأة من الوطنية اللي موجودة في النصوص الدستورية والنصوص القوانين والنصوص الدولية الانتقال بها من الإطار القانوني المجاور إلى إطار التطبيق الفعلي والتطبيق العملي
طبعا كانت من هذا التدريب حصل الواحد تكون في بين الكيانات الانسانيه خلق توازن في حاله امام مفتوح المرأة الى غير ذلك من الامور. كان المستهدف مفروض طبعا لما نتكلم عن حقوق المرأة المستهدف في هذه التوعيه البعض يظن انها نقطه نحن عايزين نوعي المرأة في حقوقها. لا، هذه التوعيه يجب ان تشمل كل افراد لما يتوعي الحقوق لا تستطيع ان تقتصر على فئه من تعريف هذه الحقوق، وانما يجب ان تشمل هذه التوعيه كل افراد المجتمع في مؤسساته. وهذا في الواقع بعض يعني فكره عامه عن هذه الحقوق. والثاني لما نتكلم عن حقوق الانسان يجب ان نعلم ان حقوق الانسان من احيانا الدستور المصري ده اخيرا الدستور بتاعنا حق الحاجات المصري الاخيرة لا البرلمان بيحبه ولا السلطة التنفيذية بتحبه ولا حد عايز حدش هيسمع عنها. طيب مرة لو سمحت كده بتقول الدستور ده اتعمل بحسن ليه؟ ده في حقوق كتير جدا. مشكلة في ايه؟ ده من غير حقوق المصريين. طب واحنا الحقوق دي كلها هنطبقها ازاي؟ وهنجمعها يوم الايه؟ الكلام من غير ايه؟ مشكلة في ايه؟ سمعنا مرة إن كان قبل ما تطلب حق شوف بنعم قول لي إذا كان عرفت الكلام ومنين مفيش ما تقبلش الحق خالص. الدستور ده عامل نسبة معينة لكن ما تخصصش الدرجة من المواطنة العامة للتعليم قبل الجامعة والتعليم الجامعي والبحث العلمي والصحة دي أول مثال. درجة طبعا النهاردة الكليات المحدودة لا تستطيع أن توفر على إيه؟ توفر هذه الميزة فورا ثم تتوقع لتصل بها إلى الميزة العالمية. المتاح والتوفير في حقوق الإنسان في الصح والتعليم هم أهم شيء والبحث العلمي طبعا لا تقدم بأي قيمة بدون هذا البحث العلمي. حد الآن حقوق الإنسان يجب أن تلتزم به كافة المجتمع. وهوش حد الآن يعني على قد السلطة بالنحو لهؤلاء المواطنين لا في معايير دوليه للحد الادنى لحقوق الانسان في اجيال الحقوق الانسانيه. بدا في الجيل الاول حق الحياه وحق سلامه البلد والحق الى اخره، وبدا الاجيال وصلنا الجيل الرابع الحق في بيئه نظيفه الحق في حاجات كده بنستنى طبعا ما نقدرش نتكلم عنها دلوقتي، وانما ان شاء الله لما نوصل للجيل الاول نخلصه نحاول ان احنا نتكلم لم نحقق في الجيل الاول. وعشان كده لما جه رئيس الحراسه الحق الرئيسي في مصر واتكلم عن حقوق الانسان هو ايش اشرحته ان حقوق الانسان اللي انت بتتكلم عنه ايه؟ الشيء اللي احنا بنعمله عندنا احنا عايزين له الحق في الحياه والحق في السكن والحق في الاكل. فالرئيس الفرنسي قال له دي حقوق الحياه وليس حقوق الانسان، حقوق متعلقه بالحياه وليس تلاميذ الاول مشهور اللي احنا بنتكلم عنه بقى لنا 50 سنه خلص. احنا دلوقتي انتقلنا تدرجنا وصلنا الى طبقات واجيال من حقوق الانسان تتعلق بنقطه خالص اللي بتهيألي يعني لسه بنفكر. ما هو الاطار العام لحقوق الانسان وحقوق المرأة؟ ده اول موضوع كان بيتكلم عن حقوق المرأة. وهو الكفايه هذه النحو من حيث تشتغل حقوق النساء النظام القانوني والنسب. ثم بعد ان نحدد هذا المصدر المنشئ لحقوق النساء نطبق ذلك على النصوص الموجوده في هل هي تنفي؟ هل هي تحقق هذا الحد الادنى المنصوص عليه نصف هي متابعه الحال او لا تحققه؟ يعني ننتقل من النظريه الى التطبيق لأنه هناك بعض هذه الحقوق اللي وردت في الدستور ما زالت تثير الفرش بالنسبة للمرأة، طب من جاية في الدستور على فكرة. أنا عندكم بس دلوقتي المادة 11 في الدستور حق المرأة حق العمل في الجهات والهيئات القضائية. أقول لك النص على طول أول مصر يعني صعب جدا إن هو يبقى موضوع وما زال المرأة نفسها يقول لك المرأة ليس لها حق إنها تشتغل مجلس الجامعة. كان تمركز الدولة حامل الدستور. إيه؟ في النص بيقول لك إيه؟ مبدأ 11 وتعمل الدولة على اتخاذ تدابير كفيلة لتنظيمات تمثيل المرأة في المجتمع على المدى
كما تنقل للمرأة فاخترع في الكواب ووضعها العام ووضعها الاعتبار العلم وقال حاجة حظ هي في المرأة الإسلام عن ذلك الفاتحة والتعليم في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز المرأة والتعليم في الجهات الشباب وبدأ الجهات الهيئات إن شاء الله تصير واحد منهم المكان في التعليم في هيئة الجامعة الأكاديمية تتعامل في هيئة قضايا الدولة تقول لك إيه تسيب من المرأة الشخص القضائي للهيئة الجامعة الأكاديمية وحاجة قضايا الدولة تقول له بس أنت مش حاسس بقى في القضاء لا بس القضاء مش كده القضاء كده جهة من القضاء العام وجهة من القضاء الثاني والمحكمة الفصلية تربية فيها القضاء والقضايا الأحكام في الجهات مش في الجهات يعني شرط الأحكام لكن في النهاية ده كان المسؤول هو الوحيد جدا من أفضل المسؤول ده وعلى في الجهات والهيئات القضائية دون التدريب بالضبط هذا الهرب مركز الدولة عامل الفتيات بعد السلطة الصادرة في 2014 في الصادرة نعم وشوف على طول انت قلت صارت منهم اعضاء ليه صارت عليك ده معنى؟ لا طلب انا حاطط معاك طيب واللي انت عارف قريبه في المستشفى وكتاب تفصيلات وتشوف اي وقت تستدعوها وتبعتها عمليات في اي وقت. النيابه العامه مصاحبه من الشرطه القريبه؟ مركز الدواء انت جبت النيابه العامه شويه في التخصصين طب ايه اللي صار في مركز الدواء؟ اللي بيشتغل من الصبح وبيشتغل يوم الاسبوع ساعه يوم الثلاثاء وبتوع محاورين مش عارف يروحوا يوم كل شهر ولا ايه؟ صار في مركز الدواء؟ لا هي خلي بالك هي ايه؟ حجه حجه تستند اليها وليس الشبهه الحقيقيه للمرضى الخاص خلي بالك احنا بنتكلم عنه بالتفصيل على كده سنة 54 سنة 54 دكتورة عائشة رضي الله عنها عليها أستاذة القانون الدولي الشهيرة اللي سمعنا عنها أكيد كانت وزيرة طبعا كانت وزيرة طبعا كانت وزيرة طبعا كانت وزيرة طبعا راح أشتغل مركز الدولة فرغم راح طبعا أنا وقبل إيه إحنا مركز الدولة طبعا في الامتناع عن تعليمها قضية المركز كان بيبقى نفس المركز الوقت ده دكتور عبد الله السموني، عبد السموني بشر أو قام عبد القابوس العرب العربي مش في هذا الوقت قال إنه لا يقدر مصر بجد الحكم ده تقريبا 54 لا يقدر مصر يمنع المرأة من العالم في مجلس الدولة أو في القضاء عموما. ده ظروف المجتمع المصري في الوقت الحاضر لا تسمح بقبول المرأة في الوظائف القضائية كان سنة 54 2009 مجلس الدولة كان في مجلس الدولة متطور جدا عمل اعلان انه هيقبل من يريد مساعدين في مجلس الدولة للسفير اللي هو بس كده من الذكور والاناث. قامت الدنيا وانتقلت كل الدولة العمومية والمجلس الخاص وحصل بشكل ضخم جدا وقال من ضمن الكلام اللي قالوه الجمعية العلمية ان مفيش نص يمنع من عدد المرأة في القضاء. لكن ظروف المجتمع المصري في الوقت الحاضر لا تسمح بعمل المرأة في القضاء. 54 ظروف المجتمع لا تسمح بعمل المرأة في القضاء و 2009 يعني بعد 50 سنة من 55 سنة المجتمع المصري بقى قاعد مجمد في الفيزر ظروفه ما اتغيرتش خالص وبالتالي ظروفه هي اللي تنعم المرأة تشتغل في القضاء. طبعا انا مره كنت حاضر بابا كل مره كده وفي واحده قالت لي انا كنت ما ينجحش في الشرف القرار. قلت لها ما دام انت قلت كده يبقى في داعي بقى نعمل تاني خدمه حضرتك هو المسرح. قلت لها انا اشتغلت كتير جدا وفي شباب قالوا لي كده كنت بسمعها منهم ماشي لكن لما واحده تقول ابني ايوه يا دكتور صح المرأه اللي صح اشتغل في القضاء كانت راضيه على كل بقى قال لي انا عندنا في اي مقام المسألة اللي بيستنى بقى هم اللي بيقولوا كده في القانون عايزين يسمعوا الكلام ده ويبقوا مبسوطين ومستريحين جدا. وكانت المرأة ما تنفعش في وظيفة معينة كنت كده أي وظيفة في الخلافة. المرأة عملت تعرف وزير الدفاع خلاص وزير الدفاع المشكلة جدا لا تقل عن أي وزير دفاع من الوزراء. في ألمانيا كان في وزير الدفاع عامل في الشرطة كان لسه مؤخرا كان يطلع وفتش على القوات المسلحة أكاد عارف مش
الشخصية في الموقع اللي هو قصة في الموسيقى، ولكن في الشفافة اللي عشنا عليها كتير جدا فاضت عليها، انت فاضيت عليها وانا قبل كده قبل ما اروح اشوف هذا المجال كان متوقع على باب الاستخفاف، وفي شباب كتير جدا ببعض الشركات الحقيقية يقولوا هذا الكلام، يقول لك والله لا ما ينفعش ان المرأة تشتغل في وظيفة كذا، ما ينفعش. كان زمان يقول المرأة ما ينفعش عريس جامعة. مشكلة ولا إيه؟ لما تعينت أول رئيس الجامعة في جامعة الإسكندرية، في بعض الناس كانوا بيخاوفوا هذا الكلام. لدرجة شوية كتبوا للدكتور أمين حسن رئيس الجامعة عندنا هذا الشغل في مايو، كانوا يكتبوا يقدر يعمل في الحياة مع مايو لسه الإنجاز تقريب تكتب استاذة الدكتورة هند حنفي رئيسة جامعة الإسكندرية. سكرتير وزير الإنشائية على الكمبيوتر يروح لأول فيروال يقول مقدمة سكرتير استاذة الدكتور هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية. زي
زي الزاوية الزجاجة الخاصة الزاوية العامة زي السجناء زي المرأة صلاح العامة المصاري خاصة جمعية برضه خاصة بحقوق الإنسان. هذه فصل الدولة. هل فصل الدولة ده يقدر الدولة على طول؟ لا. المصدر الدولي يتحول إلى مصدر وطني لحقوق الإنسان طبقا للدستور. طبقا للدستور. إذا عندما تصادف عليه الدولة وينشر في الجريدة الرسمية ويصبح له قوة القانون. المصدر حقوق الإنسان يا جماعة من آخر كلمة. سواء كان مؤسسة دولية أو كان نصوص وطنية داخلية مصدر لا مصدر الدستور. الدستور الذي ينص على حقوق الإنسان أو الذي يضفي القيمة القانونية على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بتصديق الدولة عليها والإشراف الجديدة بالسلطة. قل لا كده مستحيل على كده وطنية. قل لا لما اصدر على الاتفاقية الدولية لإزالة كافة الأشكال التمييز ما ولا يا عم. هي بقت كده. لكن يوم مصر تطلعت عليها والبرلمان رافع عليها ونشر في الجريدة الرسمية صار لها قوة القانون. قوة القانون يعني ايه؟ يعني القانون صدر البرلمان ما هو بيصدر عليها دولة مصرية. وبعدين رئيس الدولة بلغها للبرلمان مقررها. وبعد البرلمان هيقدر تنشر في الجريدة الرسمية. فكرة عن القانون في ايه؟ الشديد رئيس قوة القانون لما اصبحت في هذه الحالة لها قوة القانون. يبقى عندنا مفصل فريد. المصدر المنشئ لحقوق الإنسان في مصر. هذا المصدر المنشئ لحقوق الإنسان في مصر. علينا أن نعرف أيضاً عن النصوص الخاصة بحقوق المرأة. ما هو الدستور ينشئ حقوق لكل الأفراد. لكن الدستور برضه فيه نصوص تتعلق بحقوق المرأة وفي تعديلات دولية للدستور جعلها أو تعلق بحقوق المرأة ثم يبين في الآخر القيمة القانونية أو القوة القانونية للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. نيجي نتكلم عن المصدر المنشئ لحقوق الإنسان في النظام القانوني المصري. قال لي إيه؟ الدولة المصرية منذ بدأ في استطاعة الإنسان. نحن تكريم نص واحد في أي مشروع مصر يقول المواطنون على القانون سواء. المواطنون هل حصل فيهم الرجال والذكور فقط؟ طب المرأة مش مطلقة ليه؟ يبقى المواطنون ضغط يشمل الرجل والمرأة. لا، إذا كنت على كده بدأت تتطور ما تقولش المواطنون بس، في ناس كتير في العالم تقول إيه؟ المواطنون والمواطنات. مش بتقفل الباب زي الدستور التركي الأخير اللي اتعمل معانا في 2014. المواطنون والمواطنات. خلاص بقى عايز تقول لك إيه بعد كده؟ يقول لك والاطفال وذوي والاشخاص ذوي العمى بس عندنا بقى كل الناس عشان تصدق ان كلهم مساويين في الحقوق والواجبات انا قلت لك المواطنين والجيل ما لكش المواطنين زي 2009 لما قلت لهم عن بقى المجال عن باب حاجه في الدوله قال انت صنعت في الدوله القانون ما جابش كده من الكتاب خالص ياخد قالوا يعين في مجلس الدوله معلش انا بقى مش بتفكر في حاجه خالص لكن جو مصر اللي هي بتجد تدور على اي حاجه تقول اي حاجه كان في نص زمان في قانون مجلس الدوله يحظر على اعضاء على عضو مجلس الدوله الزواج الاجنبي النص ده كان على المسؤولين من زمان قوي قال لك ابو قير حق الزواج وحق اختيار الزوج وعضو مجلس الدوله وليس يختلف عن المواطنين في هذا الحكم على المسلمين. راحوا او من مقاولين في الجمله على المسلمين وقالوا قالوا ما كان عندنا كان عندنا ما عادش عندنا خلاص. وما جماعه خلاص ما عادش عندنا مصر ده مش شيء قال لك لا. لما مصر ده قال على ان عضو مجلس الدوله يجب ان يكون راجل. كان ضغط الجول يحصر على عضو مجلس الدوله الزواج من اجنبيه. يقصد مين عضو مجلس الدوله؟ انا مش هقول لك جواز من الكتاب عضو مجلس الدوله
الا من اجنبيه هو قصد مسافه الوجه الفاسد. شيخنا يقطع القول والجلد والمفتاح والسلطان الله نص النبي حكم قانون الشيوخ عشان يحتاج به لانتصار الراي القائم بان عضو مجلس الدوله لا يمكن ان يكون مراقب. طب ما لو كنت جاي اللي هي مراقب الدوله العضو هاي القضايا ده مراقب اشمعنى مختلف فيه؟ فدي هي احد الرايين وهي احد الرايين بس نفس المواد ولا نفس المسؤوليه اللي هي احد الرايين. انت هل حالك اجتماع اعضاء مجلس الدوله مش عايزين يقروا عنها؟ ان المراه ما تصفى عضو في مجلس الدوله ولا انا قلت في النهايه انا عم بطلع نفس الشيء لما تشوف التكت نيابه في المكان وهي بتشتغل وهي بتحضر القوات التجريبيه وهي بتعمل محاضرات تقول ما شاء الله تقل بايدي او تديك ايه عن المرأه المصريه اللي مش عارف مش عارف في النيابه ايه اللي في النيابه؟ طب ما المرأه المصريه اشتغلت قاضيه وصلت رئيس جاي في الاستقبال وكان الجيل الاهم اللي تعينه من 33 تعينه اول مره اللي عينه الرئيس مبارك ها وصلوا الان الى ركن المستشار. يقولوا له المستشار، ما يقولوش المستشار، صعب عليهم يقولوا طيب، يبقى ده كل التفكير المصرية خصص على حقوق الانسان. وخلي بالك لما نقول حقوق الانسان تعني كل انسان. يكفي ان نتمتع بحقوق الانسان حتى يكون له حقوق الانسان. صاروا على كده جت القوانين المصرية. الحياة القوانين المصرية كلها كلها. لا يوجد فيها مصر لا تجد مصر مراحل الإنسان في القانون المصري يشترط الذكور في أي عمل من الأعمال. وفي زمان مصر قانون قانون العمدة في الشيخ كان يشترط في العمدة على الشيخ أن يكون ذكرا اكتفى مصر غير الشيخ يعني ما يجري الوزارة الوظيفة تحرم منها النار موضوع حقوق الانسان من كل الخبث الذي كان
وخيرته بيه. كان ليه احكام تبقص الجامعات العامه وكان ليه احفاظ التعبيرات الطبق كله المرافق بتاعتها من احكام المحكمه السوداء يقول له ثلاث احكام المحكمه الجزائريه يقول له احكام القضاء الجزائري احكام محكمه الله بيحكم من هذه الجهه يبقى عندنا هذا في المصر. بالنسبه للنصوص الدوليه مصر الحقيقه منذ البدايه منذ سنه 45 كانت حاضره وشداده في خلال المواثيق الدوليه لكل سنه. مصر كان للاسف وكانت حاضرة في كافة المواثيق الدولية منذ الإعلان عنها. عشان تشوف احنا وصلنا فين، كنا قوات في صياغة المواثيق الدولية وبالتطبيق عليها هو رسول الله، ولكن النتيجة بعد كده انفعلنا امشي امشي نروح نبعت نفوذ دخلة ونمشي في التضحيات والانسانية الواقع عليه. وبعد كده تيجي مصر تسلط عليها السلطه المتوسطه وفقا للمسامير المسلمه. بس بعد كده فرق خلص انتهى الموضوع. وفين اتمنى الاتفاقيات دي بتسمع على ارض الواقع وبتتطبق وبقول لك على اتفاقيات كتيره جدا بتسمع عنها في كل مصر على مصر بتتطبق عليها. يكفي تخليني منع التعذيب. مصر مصدقة على إنسان تطاعت من بنسمع عن مطاعة طبعا مش عارف نتكلم في المطاعات كتير لما نحن نتكلم في الأمة. يبقى مصدر كل هذه الحقوق حقوق المرأة وهي حقوق النساء هذا الدستور المصري الذي ينص عليها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. بطريقة مباشرة عندما يأتي مصر الدستور يقر حق من حقوق الانسان ولا بلا حق السوق كنت بتسمع عن بلا حق السوق حتى يقدر يلاقي وكيل ولا برلمان الى اخره. يبقى الاصل الدستوري لحقوق الانسان كلها هو الذي يلقي القيمه الدستوريه على هذه الحقوق. هل نتكلم عن هذا الاصل اولا الوجود القانوني لحقوق الانسان كافه الوجود القانوني لحقوق الانسان كافه وقلنا مصر سند ومصدر واساسه الدستور المصري. انا مسميه الاصل الدستوري لحقوق الانسان في مصر. كل حقوق سند اصلها الدستور المصري زي ما قلت اما ينص عليها بطريقه مباشره واما يلقي القيمه الدستوريه على ما تتضمنه الاتفاقيات يا اما هو نص عليها طبعا كل النص عليها في السوق في اتفاقيات دوليه كتير يا اما يلقي القيمه الدستوريه على ما يتقرر منها في المواثيق الدوليه. يبقى المصدر في النهايه هو الدستور المصري. ازاي لقيت القيمه الدستوريه؟ نعم ازاي لقيت القيمه الدستوريه؟ اقول لك حاجه من قبل القيمه الدستوريه لما ينص عليها ويجي نص يقول ان هي تبقى هو الكتاب مصر تنطبق عليها فصار لها القيمه الدستوريه طالما كان منصوصا عليها في هذا الصف. هتكلم عنها دلوقتي. طيب يبقى عندنا الدستور المصري ينص صراحه على حقوق الانسان. والنص على حقوق الانسان في الدستور يجعل من هذه الحقوق القيمه الدستوريه. القيمه الدستوريه تتوقف عليها من ذلك مما يسال أولا النص على حقوق الإنسان مباشرة في نصوص الدستور. لو جينا عند كلمة من الدستور ده هنلاقي الإنسان جاي في الأبواب الثاني والثالث والرابع من هذا الدستور. كل حقوق الإنسان لما تحت هذا الدستور المواد الأساسية كلها هذه الدرجة الثانية المقومات الأساسية للمجتمع. تحسين تكامل الفرص بين جميع المواطنين دول التمييز. تكفي الدولة تحقيق في المساواة بين المرأة والرجل في مصر لا تخرج. تكفي الدولة تحقق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق. عارف بس جميع الحقوق حط نقطة كان واحد يجي يدافع يقول لك بس ما كانش قصده الحقوق السياسية لو نحكي ان لا جيل السوري وعايزين بقى قرار من 50 قال لك لجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة، في حاجة تانية يا سيدي؟ خلاص، أي حاجة
للمادة 11 الحق في العمل، العمل حق وواجب وشرف في كل دولة، في كل المواطنين، كل هذه الحقوق نص عليها حق الشغل، حق التكافل الاجتماعي، حماية الحكومة، المساواة، وكل حاجة مش كلها لأن عندنا عدد كبير جدا من هذه الحقوق، أنت عليهم حق تكافل الدولة، المواطنين لا يكونوا مساواة، نفس الغابة 50، نفس السلطات، السلامة كبيرة وغير ذلك، هتلاقي هذه الحقوق كلها موجودة عندك شخص. اللي يهمنا هو ما هي النتائج المتقدمة على إدارة هذه الحقوق الغابة. انت ممكن تعمل قوانين بالليل والنهار كلها حلوه مشتتها مشتتها حط بعضها انت تقول ده ايه؟ انت ضامن ان هي هتستقر وتشتغل؟ لا ما هو الاختبار كمان اللي عمل الرؤيه هنا ممكن يعدل الضمان ده يوم وينتقص من هذا ويقلل من هذا ويقلل من هذا الحقوق ويبعد عن اصلاح ويظهرها لا 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 عن طريق تعديل ما يقدرش يدي الحق للحقوق اللي هو نص عليها البرلمان بيحكمها لوحده في اجراءات الجامعيه المصريه. اجراءات طويله وتنتهي باستفتاء الشعب على هذا التعديل. صحيح ما هو اللي يتكلموا ايامنا عن ايه؟ تعديل الصوره. بس خروجهم هيقدروا يعدلوا في الصوره عن دي. هم دي حقوق الانسان. ما يقدرش يدي الحق للحقوق الانسان اللي كانت في هذا ولا يقدر يقلل من الفلوس ولا يقدر يخفض من المبالغ. ولا يقدر يقيد من السلطات التي تدعي او حتى على المواد اللي هي رئيس الجمهوريه ويقول لك 50 مده 4 سنين من الشباب احنا ما عرفناش خالص حاجه هو بدا في الحكومه المنافقين هذا هو عمره ونسينا ربنا قال لهم ان المنافقين في الدرك تحتمل من النار مش المنطق ده في الدرك الاسفل من النار يعني في بركات كتير هم في الدرك الاسفل في كلام بس المنطقين بعد ذلك يعني بعد ذلك يعني ما تدروا هم المنصور ولا رزقهم بعدين ما رزقهم حق مده ثانيه حق على مده ثانيه واحد يطلع هو لا تخليل في السوق مش حاجه سهله ولا حاجه مهمه جدا ان السوق هو ولا عقد السوق نقطة الناس 50 مش 50 خلينا 50 عقد كل واحد فيهم كان عقد التطوير اللي بيعمله في السوق ليه أيام كلنا على نصوص لا بس عليه وهنا بنشوف اللي علقها في الخلوة دي نفس السوق اهو حطيتهم فتح وما شافوش الكاس ده ما راحش اصلا ما راحش السوق خالص ولا شافوا السوق ولا اتكلم عن السوق فهي هو التمثيل النصوص الخاصة بالدستور لا يجوز بعد الأمر. رئيس الجمهورية أو الخمسة أعضاء مجلس النواب في مادة أقصى في النواب الدستور وفي جميع الأحوال وكذا وكذا وفي جميع الأحوال آخر فقرة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بالإعانة خلال رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل المتعلقة بالنزل من الضمان. أنت تعدل ده لما تطير لكن تقلل المشكله في لك وجود التوظيف في السوق يعني ثبات واستقرار هذه الحقوق فلا يجوز المساس فيها ليس عن طريق تعديل السوق والدستور خاصه بالقوانين بتعديل في هذه المتعلقه بالحقوق والوظائف. اذا كده تم التزام السلطه التشريعيه فيما تصدره من قوانين بمراعاه هذه الحقوق. السلطه مش هيعمل برلمان يعني مجلس الدول الواقع بتاعنا ده كل يوم طبعا علينا في القاعه حاجه كبيره مش عارف ايه هم كل واحد طبعا حاجه هو عايز يخترع مغير عشان العيال الطبقيه زي ما عايزين عشان نعينهم ثلاثه يختار ثلاثه والاستمرار يختار واحد من ثلاثه قاعد يقول لك نعدل مده رئيس الجمهوريه كل يوم الاقوى مش واقفين
يعني فهمت مصر مرة كتبت مقال قلت وكأن مصر لم يعد فيها من المشاكل لا ينزل ظهر لحل. كتبت مقال مرة كده ومشطر عن قانون مشروع قانون عن وقت صاحب الحلم الشريف لتعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية. طب وحتى شكلت ان طريقة التعيين موضوع مش طريقة تحفظ علينا لا ماشيين على عقلانية والعقلانية ليها فلسفة معينة لا يجوز ان واحد احرز يرقص ان هو افضل منه من الست القضاء ما تيجي دايما الاعلم دايما هو اللي يقدر يتفق فما بيجيبهاش اسلام الدكتوراه ولا ماجستير اقدم اعضاء اللجنه هو رئيس اللجنه بحكم القانون طبعا ما مش هقول لي ان ده اسلام الدكتوراه وانا مش فاكر اللي معايا في اللجنه تلاميذ وهو احسن رئيس اللجنه في القضاء نفس الحكايه ما ينفعش يبقى فيه دايره من الكوارث او لرئيس الاجنه تحفظ الناس دي مرقصين زي ما تجيش هي الاقدميه دي مساله ما فيهاش عيب ولا فيها اي مشكله ما كل يوم واحد في يوم من الايام اللي كان احفظ حاجه ما حكمش تاني لا واحد يبقى عايزين نعين لا بسن لحاله التقاعد شايفين كذا بسن كتير والكبار بعضهم يعاني من العمل الكلام ده ينفع انك تخطط سن القضاء والكبار مش ينفع انك تغير رؤساء كده سؤال بالنسبة لكل إنسان يلتزم بهذا الكتاب في مرسوله من الشعر. لما يجي الرسول يقول استقلال القضاء وحيدته ومعناه أساسيات. التدخل في تعيين رؤساء الهيئات القضائية تعثر على استقلال القضاء. البرلمان مش في باب إنه لا يجوز له إنه يغيره هذا الحكم. يبقى معنى كده السلطة التشريعية تلتزم بهذا الحكم فيما تصدر من تشريعات. وعلى فكره كيف تصدر برضه في هذه النتيجه التصويريه لان ما كانش عايزين انت حاجه انت تصدر العمل بسرعه في مصر. وعارفين تاريخنا في التلاعب بالنصوص القانونيه والنصوص التصويريه يبقى عنده احتياج تعديل التصوير. جاء عمل ماده مهمه جدا يعني ماده 22 قال الحقوق الرجال الوثيقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. الحق ده النهارده احنا مش عايزين نعمله على الطالب. او الحق ده وسع حلو على المصريين لسه مش عارفين ليه؟ خفت من كده ولا يجوز لاي قانون ولا يجوز لاي قانون يناقض ممارسه الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وتربها. يعني واحد مقطع في البرلمان وقال لك عايزين نقيم اي حق من حقوق الانسان الوارده في الدستور عاوز تعدله تزود عليه لكن مش تيجي على تعدله تخلقه وتقيده بما يمس اصلها يعني تشيل جوهرها تشيل اصلها وتخلي الحق ده كده ليه يتعور من جنب المرجع ما مش اصل ولا دي ولا دي مفهوم ولا دي اي حاجه خالص لا قال فين هو ايه فين القيمه المسؤوليه يعني لا يجوز للبرلمان ان يتلاعب بحقوق الانسان عن طريق اصدار تشريعات تنتقص من هذه الحقوق تحت بند تنظيم الحق. تنظيم الحق اما تشيل كل مضمونه او تزود عليه لكن تنظيم الحق ليس معناه انك انت تقيده بما يمس جوهره وما يمس مطلبه. هذه مشكله مهمه جدا يعني البرلمان اي القيمة التصويرية لكل إنسان. هذا شيء عام. النتيجة الثالثة المهمة جدا. تمتع حقوق الإنسان الواردة في الدستور بالحماية القضائية الدستورية. وحتى لازم نكمل السلسلة من المتالفة. سبب استقرار البرلمان ما يقدرش يلعب فيه مش بس كده. تمتع بالحماية القضائية الدستورية. عن طريق الدستور برضه لنص عن المكتبه الدستوريه العليا الاعلام انها تصل رقابه دستوريه القوانين واللوائح وتفسير النصوص القانونيه بما يتوافق مع المقولات الدستوريه. ما نقولش رد السلطان على حلو واضح. نقول البرلمان لا يجوز له ان يقع في هذه الحقوق، لكن ممكن البرلمان يعملها ولا لا؟ ممكن البرلمان يكتب المصطلح حق من الحقوق بحيث يفرقوا المضمون والجوهر ام في البرلمان كده يتفرج عليه مش عايزين نعمل له حاجه؟ لا في
محكمة السورية الأم لما يجي يطبق هذا القانون على شخص يطعن باب المحكمة اللي عايزة تطبق عليه القانون بعدم الدستورية ويقول لك ده القانون بيقول كذا ويقول لا يجوز أن يقيدها القرآن بما يمس أخطار القانون ده بيقيد حقي وينقص حقوق وبيكررها للمأمور يخرج معايا المسؤول في المحكمة الإسلامية على القانون هذا القانون الصادر لما القضاء ما حرمش نفسه وهم يقول لك اقدام السلطه التشريعيه لهذه الحقوق الدستوريه لا يجوز لها ان تنتقص منها او تقيدها او تاكلها او تعطلها الى اخره طب هل ان البرلمان فعلها وعمل قانون فرغ الحق المضمون الى المحكمه الدستوريه الاخرى الرقابه الدستوريه على الدستوريه قبل اولهما للغايه ولها بكده عندها قضيتين الغاء القانون او الملاحق المقيمة الدستور لأنها قيدت الحق وشرطت المضمون إعادة الحق النظرية الداخلية مثلا يبقى في دعوة إلى أمام المحكمة أو عن طريق ودي منصوص عليها في مادة 65 من الدستور أو عن طريق تسهيل الأصول التشريعية تسهيلا يحقق تحواها ومضمونها الدستور صحيح ممكن أقول لكن ممكن الناس تختلف على رأس التشريعي شايفا اللي هو بيقيد حقوق الانسان يعملوا ايه؟ في طلب تسهيل امام المحكمه الدستوريه العليا ماده 192 من الدستور تيجي المحكمه الدستوريه العليا تعمل تسهيل لهذا النص الدستوري بحيث ترجع الحق الى اصل الدستور وتقول الدستور لو تنص على هذا الحق كان يحصل منه كذا وكذا وكذا وانا هدف التشريع المتنافر عليه خلص هذا المضمون او قيده او افرغه من المحتوى وبالتالي هذا النص كمان غير مسلم يبقى معنى ان هناك رقابه دستوريه امام المحكمه الدستوريه الان خدت بالك من ايه العقيده الدستوريه؟ يعني لا تزال استقرار لا يجوز تعليمها الا تغيير الدستور واحترام المواقف الكبير اثنين البرلمان يعترف عندما ينظم هذه الحقوق القوانين الا يفرق من مضمونها أو مقيدة بما يمس أسرار الأسرار ثلاثة أن هناك سلطة أعلى فوق البرلمان تراقب دستورية القوانين والدوائح والمنظور الملكي أي منظور تقول الإنسان مسلم وأي معنى أن لها هذه المنظومة يا حرمان تقبلها وتعارضها وتفعلها المواثيق الدولية وهذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تحسب لها فرض عين، بعض الناس يأخذون من كل شيء. يا عم هو الإنسان إيه ده؟ والمواثيق الدولية دي بتقول الإنسان دي هتيجي كمان تقول لك تطبق في مصر، لا راح تطبق في مصر. الناس عايزين ناس ولا احنا موالين لغيرك عشان تقول الكلام ده. ده الدستور بيجعل نفسه هو اللي يعرف هذه النصوص الدوليه لحقوق الانسان واجبه في الدوله واجبه في مصر في شروط معينه. يبقى اول نصوص منصوره نصوص ورده في الدستور اثنين التاكيد الدستوري على حقوق الانسان المنصوص عليها دوليا. انا هقرا النص المادة 150 وعلى فكره كانت الدستور 71 هي نفس المادة برضه محافظه عليها 151. المادة 151 بتقول يا جماعة عظيم سمعت عنها كتير الايام الاخيرة بمناسبة نظام التنظيم. في المادة 151 دي اهم حاجة في الموضوع كله اللي المحكمة الجنائية الدولية حكمت بناء عليها كان احترام التنظيم المصري. المادة 151 بتقول لك ايه؟ يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقات الخارجيه ولكل المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقه البرلمان كما شرع القانون وتكون لها قوه القانون بعد نشرها وفقا لاحكام يبقى المعاهدات الاتفاقيات الدوليه الدوليه هتبقى قانون ولا قوه القانون في مصر لان اللي هو مرتكب لأن الاتحاد الأوروبي عايز كده لأن الجماعة اللي موجودة بره التمويل الأجنبي عن الحكومة
ده بقى ليها قوة القانون في الفسوق اللي نص عليها وأقصى عليها قوة القانون الولاية في التطبيق الكامل. طبعا انتم سمعتوا كتير جدا في جميع الأحوال من مصر احترام التطبيق اللي خدنا معاه 50 برضه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التناسب عن أي جزء من الخدمة. أي جزء من الخدمة يعمل أقيام طبعاً في الدولة الدستور كل واحدة جزء من الخدمة ثم طبعاً في جزء منه دي مسألة. يا ناس هناك لاحظوا 50 في الدستور اللي موجود من زمان من الشروع السوري. في الدستور كان بعض يقول لك إيه؟ يعني بقى احنا عندنا شويه حساسيه من حقوق الانسان مصر عندنا حساسيه شويه من حقوق الانسان من بين بعض مستقبلنا العالم الخليجي عايزين في مصر مصر الحضاره ومصر التاريخ ومصر القيم كل ده الغرب عايزه في الدنيا. اقول لك هو الدستور 2014 قالوا لو مش حاسس بينا مصر بدل عام 50 نتكلم عن المعاداه مش هتعرف مش عارف حقوق الانسان يا جماعه كل ده حقوق الانسان في الماده 51 فدي واحد كان طبعا الاستاذ سيد عمرو موسى ابو تنسيق خبير طول عمره من الحكايات الدوليه وصفح الماضي من الحكايات دي فكان واحد فعام 93 قال لي 51 كمان قال لي 93 قال لي ايه؟ بس 93 فالتاني الدوله مصر بالاتفاقيات هناك تقول المعادلة إلى أن التقية والعبود والمواسيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق على الأمن وتصبح لها قوة القانون بعد مشيها وفقا للأوضاع نتكلم عن الحكاية دي نتكلم عن الصحيح هو المسجد مش واحد وخمسين وحدة ده لما ماشي كتاب أظن لما أصلا نتكلم عن معاملات سلام معاملة صلح معاملة مش عارف ايه لكن مين دخل الدخول الانسان في الماده 51 بلاش مش عايزين نقول الانسان 51 لا يعني ده بس خالص وخلي بالك بقى ادي الكتاب ال 50 اللي كان وظيفه ايه ثاني كتاب بالاتفاقيات والعقود والمواثيق وكان واحد يقول لك ايه رغم الكتاب هو الكتاب لكن العام الدولي للحقوق البدنيه والسياسيه مش فاكر العام طب ده الاعلام العالمي مش عارف ايه وحكايه الراجل اللي عندهم كل اشكال الوسائط الدوليه وعندهم الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدوليه العلم كل الاستعمالات كل ما كانش شيء كلها خلاف 51 مش مشكله وقال لك المواثيق كلها المواثيق الدوليه اللي سميها سميها اتفاقيه سميها معاهده سميها اعلام سميناها اعلام الباب مين تشكيل على كل واحد لها عن الدوله اللي هو مصر عن لكن جيت مصر مثلا 93 لم يلم عقلنا على الحضاره وقال لك ده كده على الحضاره فلما مصر صدقت عليها واتنشرت في الجريده الرسميه تصبح لها قوه القانون بمعنى قوه القانون يعني تلتزم بها الدوله المصريه الدوله المصريه بسلطتها احتلال الاسلام سلطه الشريعه سلطه التنفيذيه وسلطه الوطنيه وايه؟ ما يعني تتكلم الدوله هي الدوله الشخص المعنوي يعني اللي هو ايه الدوله؟ الدوله مجموعه السلطاء المكونه للدوله تشريعيه ما تقدرش تعمل تشريع مخالف للحقيقه الدينيه ما دام مصر مسيطره عليهم يبقى صعب ملتزم امام المجتمع الدولي بان تخالف الاتفاقيه. لا الاتفاقيه يا اخوان تتعاقد بين دول يمشي التزامات على حق كل ده يبقى يا دوله ما دام صدقت على الاتفاقيه بارادتك وبمحض اختيارك فلا يكون لك ان الخليج يراجع انا اقصد 150 وانا اقصد المجلس 53 ممكن احكم على بعض المصريه عادي ايه؟ هي اقول لك المحكمه الدستوريه اللي قلت لك قضت اكثر من كده عدم اختصاصها بمراقبه دستوريه المعاهدات الدوليه. هقول لك عديد وضاحه من حاجه
هم ده فوق القانون فوق لا الصور القانون ما دامش الالتزام دولي وتعليقها بحقوق ورد في الشروط هتبقى اعلى من عشان كده لازم الكلام ده كويس كل الشروط تكون 2014 تكون مكتوبه مصطفى صورتهم احسن من ويعملوا الديمقراطيه احسن من صح جد اي كلام من ده ممكن يقولوا عليا ويقولوا تقول كلام كده لكن انا ما عارف الصوره اللي انت عامل ايه قال الداخليه السعوديه مصادق عليها من الدوله اعلى من القانون وادنى من الاسلام اطاف الحرب الثلاث دي السوق اعلى من خلال الاحتلال وخلال الداخليه الدوليه مصادق عليها ثلاثه أربعة إيه خمسة القرارات الوزارية وهم عملوا إيه عشان كده يعني عشان مقصود سلطة محكمة الساعة ممكن تحقق حاجة غير مفصلة ومقابلة أحسن من كده مع إنها تفكيرها جميلة مش مرتبة القانون بس فيها مرتبة أعلى من القانون وإزاي الأسباب سقيت طالما سقيت في دولة بس بحكم القرارات الوقائية يعني البرلمان هيسلطن عليها ليه؟ شغل حسب المادة 58 والله بتاعنا ده مبارك سلمان الأخضر مش هتعرفوا مبارك تبع عبد الناصر شبه كده وفي كلام كان في كلام كتير مش عارف تعمل فيه عشان ما تبقاش على يد المصريين الحاجة من سلمان يعني راجل كبير جدا بس هتعرفوا له وعملوا له استقبال رئيس الحكومة رئيس أكبر من رئيس الدولة البرلمان ده كان حيجان للمتحف محتمل مش عايز أقول أنا البرلمان دول محتمل المكان وبعدين مع رئيس الولايات الاخرى اللي كنت فيها وقت رئيس الدوله عندنا وانت عارف الجهاز الرئيس في مكان الاول هي عامل ايه؟ البرلمان هو صد على التقييم في البدايه كده نعم؟ قلت له حته كمان لو عايز حته ثانيه صغيره حاجه مش حته باينه فيها ولا كده خد المال السجن ده صح فكان صد عليها البرلمان ان احنا في مشكله هل الأداء كله في القانون بس المحكمة السورية لغة ومعادة لأنها لا تختص برقابة المعاهدات الدولية باعتبارها من أعمال السياسة التي تريد أن تبقى المصرية باستخدام سلطة لها السياسة وبالتالي مش هتختلف في الأداء الشباب اللي أنا بستعمل السياسة حتى لو عرضت القانون نعم حتى لو عرضت القانون أنت عم يعرف تقييم على ولا أنت موجود هو كده في الصورة الواحدة والمحكمة المصرية لا تقول ليه ده؟ لا الاستخدام الدولية اللي هو بيسمى بالذات الحقوق المخصوصة عليها في القانون الدولي مخصوصة عليها في الدستور فلذلك احنا بنعتبرها حقوق دستورية تماما وبالتالي المحكمة الدستورية لا تراقب الدستور ولا تراقب الحقوق الدستورية ولكنها تراقب القوانين الدستورية القوانين تراقب القوانين كده لو تكتب قرارات المحكمة بتخالف نص الدستور لا بتخالف نص الدستور لا نص الدستور ده بيجي فوق القانون هي قالت غير مختصة ايوه يعني ده القانون كده القضاء في عقد عند القضاء كل سواء من يختص بحاجات كتيرة جدا هو مش الماضي 10 لكن في حاجات لا يختص بها القضاء لا يختص بها الناس الثانية زي مثلا أعمال السيادة أنا درست نظرية أعمال السيادة أكيد وشفت اللي بيدخل عن اختصاص ناس لما الحكومة طلعت قرار مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضاء الإداري المحكمة الإدارية كانت بتقول إيه؟ دراما صغيرة جدا من أعمال السيادة التي تحكم عن اختصاص مجلس الدولة طبعا الدولة تقلل الحكم مع عمل السابق القضايا القديمة المتطورة في الحكم يعني احنا نرجع المحكمة الاستشارية هي رفضت كتير جدا رفضت مقالة السوريين ان يسموها على الحكم ولا في معارضة دستورية من الحكم ما عرض بس كان دولة ما تطلعش عليه خالص وهتروح البرلمان بقى كده البرلمان ده ما فيش عليه لما الرئيس حتى لو موجود الدولة اتعمل في علمه وانصاب الوضع عليه ده البرلمان بيأكل هناك الوقت ده انا رحت لازم الوقت يكون متخلل هناك يعني تضارب ايه؟ هم اصلا بيحتاجوا يا ابني لا تضارب عايز تضارب عايز تشوف القاعه حاطه الخط ومش ليه صور ايه؟ لو هو بيصوروا صور عليه بيضرب بيبطل بيضرب ما حد يقول لك كده ايه؟ بيدخل بعض وده القاعه حاطه خالص مع ان في بعض الامور لا يجوز قرار جدا كيف دكتور في واحد نايم بيجي هنا دكتور هو عدد قرارات المحكمة الدستورية على معاهدات القانون الدولي الأول بفتكي ولا غير معتمد؟ لا المحكمة الدستورية العليا دي أعلى محكمة لو قالت حاجة هي هي نفسها مش هتقدر تعمل المحكمة الدستورية لا هي نفسها
الشيء اللي راح كان قال المحكمه المصريه بيقول لي انا بخصص الوقت المحكمه اقعد كبير الوقت ونلبسه ونشوف ايه اللي هي السنه الاخير ان الدوله بتطرحها خصوصا ازاي السياده وان البرلمان وقف عليها ورئيس الدوله وقف عليها ونشرت في الجريده الرسميه فكلها هي ما قالتش على فكره في البلد ما قالتش ان هي نص القانون قال لها قوه القانون وقدر المحكمه المصريه العليا ان لها قوه اعلى كمان من القانون. انا قلت كده بما ان المحكمه المصريه العليا وقفت القرار المصري في المعادله الدوليه ايه اللي بتقول المحكمه المصريه العليا اما الاتفاقيه الدوليه اعلى من القانون. هي بتقول بدليل ايه؟ خلي بالك بدليل ايه؟ في رايه نص البرلمان ان عقد الاتفاقيه الدوليه بعد ما طبق عليه عقد الدوليه لها قوه القانون وهو اللي بيعمل القانون يعني هو ده عارف ما انتش بتحمل الاتفاقيه الدوليه من العقد بتاع الدول لازم تحطها في مرتبه اعلى من القانون عشان كده الدكتور يونس قال ان هي اعلى من القانون وادنى من الجنس. طيب اذا عندنا عقد الدستور بقى عليها قوه القانون قوه القانون معناها وجود تطبيقها والقانون كنت ايه المفروض ايه ايه اللي بيبقى نص قوه القانون ومش لو قوة القانون يعني يجب أن تطبق. اثنين أما حقوق الوالدة في الاتفاقيات الدولية تعمل القوانين الوطنية. تعمل القوانين الوطنية ليه؟ لأنها تستمد بقوتها من ارتباطها بحقوق والدة الدستور. وبالتالي تعمل القوانين الوطنية معمولة لأجل البرلمان الذي يصدر القانون الوطني ويعدله المعادل في الاتفاقية الدولية. هتقول لي لما هو ده قانون يبقى ليها قوة القانون. ازاي البرلمان ده بيقول لك لا لأن دي دراية نص الكلمة مع دول أخرى. القانون بدراية وطنية يعني أنا اللي عملت القرارات الوطنية. لكن الاتفاقية الدولية بطبيعتها دراسات دول مشتركة مع بعض. هي خطط هذا الحد الأدنى من حقوق الإنسان. انت تسوي عليه فرض لكن ما فيش عدل في الاتفاقيه بعد كده وكل احنا بقى ليها قوه القانون وما تحل ان بقى عدل القانون بتاعي لا انا عديت من ده عدل القانون اللي صدر منه لكن القانون اللي صدر بثلاث درجات دوليه على المجتمع المشترك الدولي في هذا الحال لا يستحق ان تعدله في ذلك الا حتى بقى لا قوه القانون التزام الخطاب الوطني بتطبيق ما ورد في حقوق المعاهدات الدوليه وغلب الاحيان النص عليها في القوانين الوطنيه. القاضي هيفكر في الاتفاقيه الدوليه يقول لك يا عم ما بقاش اتفاقيه دوليه ده بقى ليها حقوق القانون الوطني والقاضي دوره ايه؟ تطبيق القانون ما بقاش ده يحكم على كده يقول لك اصل والله الاتفاقيه دي انا شايف ان هي تخالف مش صحيح انت لا تحكم على القانون ولكنك تحكم بالقانون وتطبق القانون وفي هذه الحاله تنتهي من القضاء انا قاضي صحفي شرط كبير كان معاه في رساله القضاء في الحكايه اللي هي قول الثاني طبعا كان بيمشي الكلام اللي بيقول ده كله ومره جاء قدامه في الدايره في الولايات وقال لهم صحيح انت اخويا قضيه حقوق كذا وكذا النص ده قال لهم انت مطبق يا منطقة الاتفاقية الدولية بتاعت البحر منطقة كمان عندهم ملك اتفاقية قانون قال لي عم صحيح الموضوع ده من الدستور اللي قال وبتاع مش عارف بعيد عن الامر ما انت عشان تجيب واحد تسرح في دماغ المنزل او قاعه تقول ان الاتفاقية الدولية حقوق السائح اللي مصر سلطنت عليها يقول لها حقوق القانون من اول شهر الابيض هاخد معاكم عشان نتفق وكلمت بعض المحاضرة الدولية دي هتطلعوا ما قلقانيش شوية هل الاتفاقية الدولية دي بتسمع ولا ما بتسمعش؟ هل في شرطة أنا بقول لك أهو وعلى المسؤولية في مصر يلتزم القانون الوطني بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما نصت عليه ولو لم يلف القانون الوطني نص مسير هذه الاتفاقية. المحكمة الماضية المصرية في أحكام عندهم حتى الوقت من احكام قال القاضي الوطني ينسى لتوثيق الاتفاقيات الدوليه ولو احنا مش صحيح القانون. قال لو ما كانش النص ده لو نسيت في القانون كده. ادفع في ذلك. يستثمر المشابه الوطني
بتنقيح القوانين الوطنيه من اي نص يتعارض مع مواضع الاتفاقيه التي اتفقت عليها الدوله المصريه. فمعنى كده لما تيجي تستقيل يبقى في نصوص متعارضه داخليه، مش الم اقل لا. اما الاتفاقيه لها قوه القانون، لكن في ماده شويه متفقه مع القانون بدليل لو جت المفاوضات على الاتفاقيه الدوليه وبعدين اصبحت رجلا متفاوضين في مصر، طب في نص قانون متعارض معاه. تعمل ايه؟ انت العقد المصري القانون ده قال لكم قصه واحده واستحى فيه كده بعد في سنه 67 تقريبا كان حصل اضرار لا في 77 85 حصل اضرار وهناك ملك الحديد في مصر تقدموا لمحكمه امن الدوله العليا طوارئ الاضرار جريمه قانون الاضرار المصري كانوا متعرفين طبعا محكمة أمن الدولة العليا الطوارئ حكموا بطوارئ جميع المتهمين. إزاي حكم النص اللي جاب عليه يكاد الكثير من قانون العقوبات يعاقب على القرار أهل القرار؟ هو نص قانون العقوبات صدق 37 لكن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 8 لا بتبيح الإضرار. أنا عندي نص شهادة الجبر المطلق وطني وعندي نص الدولة المصرية اتفقت عليه بيبيع الإضرار. محكمة أمن الدولة العليا خدت بالها القرار يعني دي حاجة أصعب واحدة فيه. قالت وفقا لقواعد التسجيل في القانون البلدي في المادة 2 النص اللافت يلغي الأسباب في حالة الضعف. إذا جه قانون ونظم قبل سبب تنظيم لتنظيم مخالف لما سبق يبقى اللحظه الانتساب المضاعف وقال ابتداء نعمل ايه؟ يكون نص القرار مجابا للاضرار قد الغي رجاء ظنيا بنص الماده 8 من العهد الدولي للحقوق الجماليه والسياسيه ان يبقى الاخر الاضرار وبناء عليه تعرض الاضرار كريمه في القانون المصري. خلاص هذا الحب ان شاء الله في الثمانينات في 2015 تقريبا 2016 اللي هي عملت موضوع الاستخدام كان احكام القضاء الاداري احكام القضاء الاداري وعمل حكم عكس الحكم ده تماما وقال ان الكبار لا يزال جريمه تاكيديه في القانون. اذا كان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يحكي جريمة جنائية فلا خلاف في جريمة تأديبية والاختلاف غير قانوني حضر. وقال الشريعة الإسلامية تجرب تعطيل مصالح الناس وراح رايح ناحية الشريعة الإسلامية عشان يجرب الناس هو كان حق أبو زيد المسلم لجأ الشريعة الإسلامية عشان يحكم على ثلاث موظفين أضربوا في إسرائيل عشان يحكم عليهم بالإدارة الدائمية. يعني المسألة هي متوقفة على فهم النصوص وادراك العلاقه بين النصوص. بمعنى كده ان المشرع المصري عليه ان يتنبه لكي يعدل او يستكمل النصوص الوطنيه التي لم تتضمن ما استثمرت به مصر امام المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحقوق والمشرع المصري تدخل في اشياء كثيره جدا وعدل على فكره وفقا للاتفاقيات الدوليه، حاول يبقى تتعامل مع بالعكس قانون الكفر من صالح تنفيذ التنسيق، تعالى سيتكلم في هذا. الماده الاولى في مصر تتمتع بصدق من حقوق الوارده في هذا القانون. ثلاثة منهم او نحن في اخرى كما يتمتع بالحقوق حتى ادنى كما يتمتع حتى ادنى بالحقوق الوارده في الاتفاقيه حقوق الطفل والمواثيق الدولية لا تصل عن من تبقى القانون ده فيحدث ما قلتش عدل كل حاجة ولا تتمتع بأدفع عن الحقوق المالية في هذا القانون ماشي كما يتمتع كحد أدنى بالحقوق المالية في اتفاقية حقوق الطفل وما يعمل المواثيق الدولية الموجودة في مصر. يعني شرع مصر خد اتفاقية حقوق الطفل كلها ولو كده وحاططها في قانون الطفل وقال لك الطفل ياخد الدولة في القانون
ومعها في حد أدب ناس حقوق الوالدة الطفل يعني معها كده على طرف بأنها الحقوق التمرين. إن كان مكملة للحقوق الوطنية فهي واجبا المشرع عليه إن هو يدركها ويدركها في القانون. هو ده اللي عمل حقيقة النص عليه في الشرعية الحقوق الوطنية. يبقى عندنا لازم المشرع يعدل هذه القوانين بما يتوافق مع العرف. لتصل مثل مسؤولية دولية إن حدث تعارض بين نص في القانون الوطني وبين الجمعية الدولية الصفحة أن تصل مسؤولية دولية ولا يجب الدولة كما تلقى في القانون الدولي. لازم الدولة أن تحتك لنص داخلي أو بممارسة وضعور للإنسان من الزمالات الدولية. ودي واقعة جدا في القانون الدولي فيها أحكام دولية ولا مشكلة. الدولة صبحها تستطيع صبحها كانت تصدر الحكومة ونفذ وعدل القوانين الداخلية. السؤال أصلا عنده القانون الداخلي في نصوص بتميزك وبالتالي لا أستطيع أن أطبق لكن نص وزارة عليها طب ما تحفظش عن نص اللي أنت مش عايزه زي الأنبياء اللي من الأحزاب اللي ليكوا كما تتكلم مكتوب عن شوية خليفة استشارة وكانت رئيس لجنة الإدارة بها ضروري وده بيحصل دلوقتي في الوقت تدريب رجال انفاذ العداله على الاتفاقيات التنميه ولما يشتغل محامي لما يبعثوا قضيه متاخره يروح الاتفاقيات الدوليه اللي هو واخدها. اولا دي اتفاقيه دوليه بتنص على الحق لا ولا لا؟ اثنين مصر مصدقه عليها ولا لا؟ ثلاثه مصر متحفظه على النص لا ولا لا؟ لا الاتفاقيه الدوليه الخاطئه ياخدها ويروح للمحكمه يقول للقاضي انت رحم الشخصيه الدوليه وضع عمل بس ايه ده؟ تجيب الشخصيه الدوليه ولا هنطبق الاتفاقيات ولا هنطبق القانون المصري؟ يعني الاتفاقيه دي مع مصر من اصبح لها قوه القانون. قوه القانون يعني انت الغالب تطبق القانون احتراما لدوله القانون وسياده القانون ده تطبق الاتفاقيات. وفي بعض من كده من الاشياء الكثيره جدا وذلك ما قضوه جدا كان يستعملوا فترة بعد الآن تدريب القوى ورجال إنفاذ القانون كده الشرطة جماعة على الاتفاقيات الدولية وأن كان جزء من القانون المصري إذا استطاع ما لها وإن كل سلطات الدولة ملزمة فيها بما فيها السلطة القضائية ملزمة بهذه الاتفاقيات. المهم كمان ضرورة رعاية المواطنين جميعا لدور الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني المصري. ايه هي الاتفاقيات الدولية؟ هي دي حاجة تضع الثورات تفرض علينا ولا هذه أو القواعد احنا التزمنا بيها بمحصول دولتنا؟ وانت لما تروح تعرف المؤتمر الدولي بنفسك فايه؟ هل بياخد نص عنه؟ لما يجي اتفاقيات القانون والدولة ومثل الدولة اللي حاضر يكلم وزير يقول الواقع على الاتفاقيه. حد قال الواقع طبعا لما تيجي بعد كده الدوله المصريه تعمل قانون قرار جمهور القانون للتصديق على الاتفاقيه الجاده وبعدين تبعتها للبرلمان وبعدين تنشرها في الجريده الرسميه كل ده حتى لو ايدك ولو ضيعت عنك قبل كده وانت حتى قال لك وقت الدستور المصري يقول جميع الاتفاقيات الدوليه الخاصه بكل انسان اساسا عليها يبقى لها قوه القانون. كل ده انت عملت دراستك وبالتالي انت ملتزم بتعرف الفصل اصلا زي الفصل ايه السلطه في الدوله؟ في قانون صادر. قانون صادر درجه التوكيل اللي كان في السلطات الدوله ما يجيش عامل كليه القوى ولا رئيس جامعه السياره ولا رئيس القانون ده مش واقع عليك. يا عم انت مش واقع عليك الحاجه كله بقى قانون صادر الدوله يعني ده بس حاجه تانيه انت عملت كده ولما يجي الطابع عايزه هيبقى عقيد على الدستوريه ده انت عارف لكن هو كده ولا هل انت ضمنت ان الوزارات محطوطه في الجماعه؟ بس والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا مقاوم ليه ما عملتش مقاوم ليه ما عملتش؟ اصل ده قانون عظيم اللي عملوه هو يقول لكم بس الكلام ده كده مش حكم عشان تتحاسب عليه ازاي الكلام ده ما لم تظهر ولا قانون انت قلت ان التوفيق مش في الوزاره مش مقاوم لان انا مش واقع عليك مش واقع عليك حاجه انت مش طالع عنك حاجه وانت مقاوم وانت ملزم بتوفيق حاجه في التصرف اذا الواقع توعيد المواطنين المهم جدا لان مجالها وتفوقه لا يمكن ان يطالب فيه. وعلى بعض الجسم الرؤوف ما يعرفش الصرف يجب ان يتفوقه
موقف أن لو حاطط السلامة البدنية أقول له صبر في الاضطراب ليه؟ لا يقول له بابا تدعو كمان لأن الضرطان بدنية تعتمد على سلامة البدنية وقد يؤدي إلى عقم السبيل قد يؤدي إلى العكس عن أحمد الشخصية من دبر كثيرة الحشمان وقد يؤدي إلى الوفاة وأنت بدون الضرطان أكثر لأنه من عرش العلم إلى حقرة السلامة البدنية مقتضاة إذا مصدر حق السوري كمان على فكرة من صحيح السوري مقتضاة ألا يجوز للنساء السلامة البدنية للإنسان بأي وسيلة من الوسائل لا من باب البلد ولا من باب الشرطة ولا من أي جهة من الجهات يبقى التوعية بتكون مهمة ليه إحنا وما نطلبش حقوقنا؟ لأن المقام ما يعرفش إن هو ليه حق وإن إنه مش عارف إنه ليه حق لو في حد يعتدي على الحق ده مش عارف أصلا إزاي حق هيعتدي عليه حاجات زي ده أفضل كان الحالة هذه بالنسبة للمصدر المنشئ لحقوق الإنسان المقام لكن كانت المرأة كلها وصلت للحقوق
كانوا بيفكروا بعد اللي بيصلوا ال 25 ثانية إن توعوها الحروب الست مش هتبقى الشاي يبقى الدواء 18 ولا وجد ازاي سن الحوار 15 سنة ولا وجد احنا عاملين ننزل بسن الحوار ازاي الحاجات دي طبعا القرار الأخيرة برضه في حاجات كتيرة جدا بتجيب تصوم بقى احنا لا أكثر في الأفراد المشهورة 25 سنة تكون تاخد حاجات نتعلم الحق في الميراث بعد صورة التكنيسة طبعا يعني في كل صحيح كان مش كل حاجة مقصودة على كل حاجة كل حاجة هي أبدا في الأفراد.